رجعنا لكم مرة تانية بالمزيكا والأصوات الحلوة والتراث الجميل. النوبة دايما بتطلع أصوات جميلة ودايما عندهم تراث عبقري قديم وحلو، ومش بس هم وشوش سمرة فيها تسامح وفيها سماحة، وعندهم أصوات جميلة وأغانيهم حتى قريبة من القلب من غير ما نفهم كلامهم، لأن يمكن اللغة بتاعتهم صعبة شوية علينا إحنا عشان مش متعلمينها قوي، لكن بنحب جدا الإيقاعات بتاعتهم حتى في رنة كلامهم بنحبها قوي. ويمكن لما بنسمع اغاني سواء كان في اعلانات اتعملت من سنه او من سنتين في رمضان، كلنا عارفين طبعا الاعلان كويس قوي لما اتغنى فيه بالنوبه قد ايه كسرت الدنيا وعملت بومنج رهيب جدا، بس لمجرد انه الايقاعات نوبيه والكلام كان نوبي كان شيء جميل جدا. النوبه طول الوقت عندها فرق جميله. الفرقه اللي معانا النهارده هي فرقه هدفها الاساسي ان هي تحافظ على التراث النوبي والثقافه النوبيه في التراث الغنائي النوبي. هنرحب بضيوفنا النهارده، هنسمع منهم مزيكا، هنعرف منهم تفاصيل اكتر عن الفرقه بتاعتهم. معانا فرقه نوبا نور، معانا الفنان اسامه بكري مدير فرقه نوبا نور. صباح الخير، ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. ومعانا كمان مطرب الفرقه الفنان ضياء فتحي. صباح الخير يا استاذ ضياء. صباحك سعيد يا فندم. انا برحب بيكم النهارده معانا في نهارك سعيد، وسعيده ان انتم موجودين عشان نسمع منكم. واحنا سعداء ان احنا موجودين في تلفزيون مصر. شويه مزيكا حلوين يعني. سعداء يا فندم. طيب نتكلم في الاول كده على النوبه وجمال النوبه وايقاعاتها، وازاي طول الوقت بتطلع لنا كده في ايقاعات جميله وتراث حلو. لو كده تلخص لي النوبه، تقول لي النوبه والمزيكا ازاي شبه بعض، ازاي المزيكا شبه النوبه والنوبه بيطلع منها مزيكا حلوه. هي النوبه اصلا حضاره مكتمله الاركان، يعني وحضاره مؤثره من الحضاره المصريه. بالنسبه للمزيكا، المزيكا النوبيه هي مزيكا بسيطه جدا، مزيكا مستوحاه من الطبيعه، سواء الضف او سواء الرقص او سواء حتى الغنى مستمد من الطبيعه. حلو. لان الطبيعه اللي كانوا عايشين فيها النوبيين كانت بتخليهم يبدعوا. واستاذ اسامه، يعني فرقه نوبا نور اكيد حضرتك بما انه حضرتك يعني مدير فرقه نوبا نور، هتكلمني بس في الاول عن تكوين الفرقه، ازاي تم تاسيس فرقه نوبا نور واسستوها امتى بالظبط، او تم تكوين اعضاء الفرقه من قد ايه؟ فرقه نوبا نور اتكونت سنه 1992. بدانا فكره ان احنا نقدر نحافظ على التراث النوبي من خلال الاغاني، من خلال الالات اللي موجوده التراثيه القديمه اللي موجوده، على اساس ان انا نقدر نحافظ على الاغنيه التراث النوبي اللي موجود. ده معناه انه مفيش اغاني جديده، يعني كله من التراث النوبي، مفيش اغاني انتوا عاملينها ملحنينها كاتبين كلماتها، ولا كله تراث نوبي؟ لا. بس هي في الوقت الحالي كلها اغاني تراثيه لحد دلوقتي، اغاني تراثيه طبعا. الاستاذ دي هو اللي بيغني بصوته الاغاني التراثيه. هو الوقت الحالي فعلا اغاني تراثيه كلها، لان احنا عايزين نرجع تاني للاصاله النوبيه اللي كانت موجوده قديما، للنوبيين اولا ثم للشعب المصري كله، اللي يعرفنا واللي ما يعرفناش، سواء للغرب عامه. في ناس ما تعرفناش، وفعلا في ناس ما تعرفناش، يعني مين النوبيين؟ ففي كده تمام. فاحنا بنرجع التراث تاني عشان خاطر يبقى بنجيب اجمل شيء عندنا. بنقدمه لكل الناس. لا، والمزيكا اللي بتعملوها يعني ليها جمهور كبير، وفي نفس الوقت احنا بنسعى ان احنا يبقى فيه كلمات جديده لنوبا نور بالحان جديده كويسه في القالب التراثي بقى. هرجع لك تاني يا استاذ اسامه بس عشان اعرف نوبا نور يعني ايه، يعني اكيد ليها معنى طبعا. بس هنشوف جزء من الفيديو ونرجع لكم مره تانية في استوديو نهارك سعيد مع فرقه نوبا نور. لا 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 أصلنا، ابدنا لا لا أصلنا، لا 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 لا
دنيا مبدا يمي خلي شرطي مبدا يمي دنيا دنيا مبدا يمي خلي شرطي مبدا يمي كم ما كيركم مشانا الدنيا لا افوسا غنجو غشانا الدنيا لا كم ما كيركم مشانا الدنيا لا. شفنا دلوقتي أغنية من أغانيكم من أغاني التراث النوبي والسقفة السقفة أنتوا السقفة مهمة جدا في التوزيع الموسيقي للأغاني بتاعتكم والدفوف. أنا شايفة الدف وعود والعود والسقفة. إيه أهمية السقفة بقى في التراث النوبي؟ يعني دي السقفة بتدي إيحاء للأغنية نفسها أساسا زي بيز يعني مثلا بالزبط. زي البيز وليها رقصة مخصوصة وليها حاجة مخصوصة للكف النوبي. بيبقى ليها أرتام معينة وبيبقى ليها سقفات معينة ومن ضمن الأغاني اللي بيبقى فيها سقفة موجودة. يعني دي مش حاجة عشوائية. لا 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 ده السقفة دي مدروسة وليها إيقاع وليها إيقاعات وليها اسمها بالنوبي اسمها أولدن أرجيت في يعني رقصة الكف. حلو بيبقى موجودة في الفن النوبي موجودة. وكمان أنا شايفة أن السيدات الموجودين معكم لابسين الكردان اللي هو كف والحاجات النوبية كردان والسلسلة والحاجات الشكل التراثي والإيقاع التراثي يبقوا موجودين معكم. الجرجار والحاجات دي كلها. ما فكرتوش تعملوا مزج ما بين التراث النوبي وما بين التصوير أو الشكل الصورة الجديدة العصرية اللي هي الحديثة إلكتريك؟ ها؟ إلكتريك الكتريك. يس صح. جميل. لا هو احنا فكرنا في ده لكن لسه رساله التراث ما وصلتش شويه لها فبالتالي اشتغلوا على ده اكتر نهتم بده اكتر دلوقتي وبعد كده احنا في يعني في المراحل اللي جايه هيبقى في تنوع اكتر. استاذ اسامه بقى نوبا نور عشان الاسم حلو كده وايقاعه نوبا نور. يعني ايه نوبا نور؟ نوبا نور اصلا هي اسمها فرقه اضواء النوبه. فسميناها نوبا نور الأضواء هي الإضاءة وهي النور فالنوبة نوبة نوبة نور. نوبة نور هو نور بس عملنا جملة واحدة نور النوبة النوبة نوبة نور يعني نوبة. يعني حاجة منورة لا سهلة والله سهلة بجد لا يعني ما كنتش مفكرها سهلة لا لا لا, لا هي سهلة جدا نور النوبة اللي إن شاء الله تشرح وهي أصلا دي امتداد لل أضواء النوبة لعم أستاذ أسامة أستاذ سيد جمال تمام إنه عمل ده في الستينات. الفرقة دي كونها اسمها أضواء النوبة في الستينات وتوقفت فترة من زمن فأسامة حب يعيد ده من تاني فجمعنا عشان نعيد تراثنا من تاني بنفس الاسم برضه. كل أعضاء الفرقة قد إيه تقريبا يعني حضرتك و ضياء وفي احنا عددنا 10 أستاذ ضياء في حموري في جمال وفي حسن في إسلام في كريم وفي اثنين من سيدات فاطمة بس المطرب الوحيد أسامة ها؟ ضياء لا في ضياء وفي حسن ضياء بيغني وفي حمودي بيغني والناس الثانية بقى بيغني. بتعزف ايه؟ بيلعبوا دفوف اللي هي أهم الآلات الموجودة دفوف في دفوف والعود يعني هو يعني لا بالنسبة للمغنيين هو في حمودي في حسن في جمال في أنا كمطربين. في أستاذ أحمد إسماعيل في المطربه الجميله فاطمه معنا. عنصر نسائي مهم جدا ان هو يكون موجود صوت جميل جدا فده كان مهم يكون موجود معنا فاحنا ست مطربين موجودين داخل لا بس انتم مقصرين بقى في توغلكم واقتحامكم للقاهره لان انا بشوف ان انتم بتعملوا حفلات بره اكتر الناس بره بتحب مزيكتكم جدا فنشوف فيديو ونرجع عشان تكونوا فكرتوا في المأزق ده يلا حصلنا أصلي مين الكوكو يا الدنيا لا
طبعا يا جماعه اللي موجودين في الفيديو اللي شفناه دول باقي اعضاء فرقه نوبا نور. اوكي مين بقى اكتر الدول اللي بتهتم بدعوتكم علشان تسمع مزيكتكم هناك؟ انجلترا دايما. لان احنا يمكن بقى لنا 3 سنين ابتدينا نشترك معاهم في مهرجانات، ابتدينا نعرض فن النوبي عندهم، فدي اكتر جمهور ممكن لينا في اوروبا. انجلترا. اهم المهرجانات اللي شاركتوا فيها كانت ايه؟ شاركنا في مهرجان وومد كانت في 2011. وحضرنا مهرجان روسكيلدا في الدنمارك. حلو جدا. وحضرنا مهرجان شباك في لندن، وفي مهرجان كان اسمها دريم كامب كانت ايقاعات موجوده، شاركنا برضه كل يعني انتوا عملتوا كمان راوند، يعني لفيتوا برضه، رحتوا الدنمارك، رحتوا انجلترا، لفيتوا ورحتوا بلاد تانية. اكتر جمهور كان متفاعل بقى مع اغانيكوا كان مين؟ والله هو الجمهور الغربي بيتفاعل معانا جدا. جدا. بس اسمع الالمان، الالمان بيعشقوا حاجه اسمها الايقاعات بتاعتكم، ان هم اول ناس اصلا يمكن عملوا ابحاث في النوبيين. مظبوط. توالت بعد كده بقى فرنسا وانجلترا بس هم بيقدروا الفن عامه. ايوه. سواء الفن النوبي او اي فن بيقدروه تقدير جميل. انا بشكركم لوجودكم معايا النهارده، انتوا نورتوني، والفيديوز اللي جبتوها فيديوز حلوه ومزيكا حلوه بجد. وحاولوا بقى تفكروا ازاي تبقوا متواجدين بمزيكتكم اكتر كده في القاهره يعني، او في مصر كده، عشان زي ما بره بيحبوا المزيكا بتاعتكم احنا كمان بنحبها. احنا كده برضو بنمثل مصر، يعني احنا بره باسم مصر بتمثلوا مصر، بس احنا عايزين بقى نسمع شويه. نحب نسمع المزيكا بتاعتكم برضو. ان شاء الله. اشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده. انا بشكر ان انا موجود في القناه المصريه. شكرا ليك. ميرسي جدا. مشاهدينا، نوبا نور الفرقه الجميله كانت يعني اللي بيمثلها النهارده هو الاستاذ اسامه بكري مدير فرقه نوبا نور، وبرضو بيمثلها معانا النهارده موجود في الاستوديو مطرب الفرقه الاستاذ ضياء بكري، الاستاذ ضياء فتحي. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من نهارك سعيد. نشوفكم بكره وكاست عمل جديد ويوم جديد. فنهارك سعيد.